مساء الخير، أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج أنت المسؤول، معكم الليلة لبنى فوبز. موضوع اليوم من أنت المسؤول غاية في التشعب بلغة الأرقام، ومع احترام مقولة عدم دقة الإحصائيات العربية، حركة الإصدار النشر الطباعة العربية تكاد لا تظهر بالمقارنة مع حركة النشر في العالم. قيل قديما بأننا أمة لا تقرأ، يبدو أننا اليوم وصلنا إلى مرحلة الأمة التي لا تكتب، وبالتالي للأسف يعني لا تطبع ولا تنشر. لماذا نشتر العناوين نفسها لكتاب بأعينهم مواضيع تكاد لا تحيد، تارة عن السياسة وأيضا عن الدين؟ أين مسؤولية الناشر العربي في إيجاد حراك ثقافي يدعم الإبداع الفكري ويطور من هذه الصناعة الحيوية والضرورية للمجتمع العربي كما لأي مجتمع حول العالم؟ هل صناعة النشر في العالم العربي هم وقضية، أم أنها تجارة تخضع لمنطق السوق، لمنطق العرض والطلب؟ أين الكتاب والكتاب؟ أين الثقافة، المعرفة، القارئ من كل هذا الجدل؟ وما الذي يريده الناشر العربي اليوم منا نحن القراء ومن الحكومات لكي نسهل عملهم ونحثهم على نشر كتب حقيقية فيها ما يدفعنا نحو النور، بدلا من كتب الأبراج وحظك اليوم وغيرها من الكتب الأكثر مبيعا في معارض الكتب في المنطقة؟ قلت لكم في البداية إنها حلقة متشعبة للغاية. يجيبنا على كل هذه الأسئلة ضيفنا اليوم في الاستوديو الأستاذ حكمة الزين، وهو كاتب ومؤسس دار نشر كلمات جروب انترناشنال. مساء الخير، أهلا بك أستاذ حكمة. مساء الخير، أهلا بك. أيضا معنا من القاهرة الأستاذ فريد زهران، رئيس مجلس إدارة مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات. الأستاذ فريد زهران أيضا مطلع بشكل كبير على موضوع التوزيع وسنستفيد منه بشكل كبير هذه الليلة. مساء الخير، أهلا بك أستاذ فريد. أهلا بك. كيفك؟ سنحاول في البداية أن نضع أطر عامة لحلقة الليلة المتشعبة. أستاذ فريد، هل لك أن تصف لنا واقع قطاع الطباعة والنشر اليوم في العالم العربي؟ هل تعتقد بأنه هو قطاع صحي وصل إلى مرحلة من النضج، أم أنه ربما ما زال يعني في مرحلة النقاهة، في مرحلة التكوين؟ أنت من خلال خبرتك كيف تصف هذا القطاع؟ أولا في البداية عايز أوضح أنه لو كنا سنقارن هذا القطاع بغيره من القطاعات المشابهة في أوروبا مثلا فنظلم نفسنا كثيرا، لكن لو كنا هنقارن أوضاع هذا القطاع الآن بأوضاع هذا القطاع من 30 أو 40 أو 50 سنة أعتقد أن الأوضاع ممكن تبقى أفضل. وأنا أعتقد بصفة عامة أن لو حبيت أصف هذه اللحظة بعتقد أنها لحظة انتقالية على الأقل، أو لحظة تحول على الأقل بالنسبة للوضع في مصر، لأن احنا يعني بنشهد في مصر في السنوات الأخيرة درجة من الازدهار، ربما كثير من المراقبين بيعتبروه ازدهار كاذب أو ازدهار غير مؤسس على أسس متينة تكفل له الاستمرار والدمو، لكن أنا أكثر تفاؤلا. أنا أعتقد أن احنا بصدد مرحلة تحول ربما تفضي إلى انتعاش هذا القطاع وتثبيت أقدامه بعيدا عن ما اعتدنا عليه على الأقل بالنسبة للتجربة المصرية، من أن يكون هذا القطاع معتمد بشكل كلي على الدولة ويكون الناشرين المستقلين موجودين في هامش الصورة، ويكون المجتمع الثقافي يتحدث عن ضرورة تدخل الدولة طول الوقت لإنقاذ صناعة النشر. أنا مسرورة سيد يعني فريد لأن نبدأ الحلقة بهذا النفحة التفاؤلية، وبالتأكيد لا نريد أن نظلم هذا القطاع بمقارنته بالغرب. أنا قلت في البداية بأنه ربما الأرقام تكاد لا تذكر إذا أردنا أن يعني نوجز المقارنة، ولكن دعنا نشير إلى بعض النقاط. أنت تحدثت عن أنه هنالك ربما انتعاشة حقيقية أو انتعاشة كاذبة، سنعود لنتحدث إذا كانت هذه الانتعاشة في الأرقام فقط أو أيضا في المضمون. ما رأيك أستاذ حكمة، هل قطاع النشر اليوم يشهد فعلا انتعاشة حقيقية؟ هل من حيث الأرقام نحن نتحدث عن تحول وعن مرحلة انتقالية كما قال السيد فريد؟ أنا لا أعرف بالضبط يعني حقيقة إذا كان القطاع يشهد هذا التحول أم لا، خصوصا عندما نتحدث هو ليس بقطاع، على كل حال هو مجموعة قطاعات متداخلة، صناعة ربما قطاع. صناعة يعني وصف صناعة قد يكون أكثر دقة، لأنه النشر الآن متشعب وله وجوه كثيرة، منها الإلكتروني ومنها المكتوب ومنها غيره حتى، ف
لا أعرف، أنا ما أعرفه أقله، وبالأرقام التي نشرت مؤخرا يعني الصورة نوعا ما سوداوية. وقد بدأ هذا المرض يعني بهذا القطاع بالظهور أكثر فأكثر في ثمانينيات القرن الماضي، عندما بدأ دور النشر في عواصم العواصم الكبرى للنشر يعني بيروت، القاهرة وغيرهما، بالحديث عن تعب، عن إنهاك، عن تراجع في المبيعات كبير. طبعا أنا أتحدث هنا فيما يتعلق بدور النشر التي تتعاطى مباشرة مع القراء، يعني بحسب حركة السوق، لا أتحدث عن الكتاب التربوي الذي يتبع سياسات بمؤسسات ربما وسياسات تربوية إلى آخره، أو حتى بالمؤسسات الحكومية التي تقوم بدعم بعض المنشورات. يعني هذا جزء آخر متشعب من الموضوع. سيد حكمت، عندما تحدث عن نظرة سوداوية لصناعة الطباعة والنشر، هل نتحدث عنها من حيث الأرقام، من حيث يعني طبعا الأرباح والخسارة، أم من حيث أيضا المضمون، من حيث التيارات الفكرية التي هي تشمل كل هذه يعني الجوانب. ما أعتقده يعني أنا في مجال النشر التجاري مثلا، لنأخذ مثلين يعني بعيدين، نتحدث عن الكتاب الثقافي مثلا، ليس كتاب الأطفال، نتحدث عن الكتاب الثقافي، ومجال النشر التجاري نشر المجلات. للأسف في المنطقة وعلى مدى 30 عاما تقريبا، كل الناشرين للمجلات التجارية لا يتكلون في إحصائياتهم على عدد القراء، يتكلون على علاقاتهم بالمؤسسات الإعلانية، وبالتالي انعكس ذلك على مستوى المجلات المنشورة. فبتت يعني المجلة أصبحت تلحق المعلن ماذا يريد وليس القارئ. بالضبط، هذا واحد. هذا ما يعني يدل على تغييب وغياب بنفس الوقت للقارئ الجاد أو الباحث عن المجلات الجدية. في مجال المجلات الكتب الثقافية لابد من المقارنة، وهنا يعني آسف يعني مجموع الاستهلاك بحسب مجموع استهلاك الكتب في العالم العربي بحسب تقارير الأمم المتحدة تشير إلى نسبة 0.7% من مجمل الكتب المنشورة عالميا، هذا على المستوى السنوي يعني سنويا. وبالتالي 0.7% ل 325 مليون نسمة، يعني الرقم لا يوحي بالثقة. هل الآن قد يكون الجانب الإيجابي الذي تفضل به الأستاذ يتصل بالقراء وليس بالقطاع كصناعة، يعني كصناعة كما تفضلنا سابقا، وهو يعكس نفسه في المجال الإلكتروني عادة. يعني في المجال الإلكتروني نشرة مثل نشرة الجزيرة الإلكترونية تستقطب حوالي 45 مليون قارئ. هذا رقم لا بأس به، طبعا لن أقارنه هنا بالبورتال. على كل حال أستاذ حكمة، نحن سنفرد يعني حيز من هذه الحلقة للحديث عن، إذا آن الأوان للحديث عن منافسة ما بين القطاع يعني أو صناعة الطباعة والنشر كمنشور كورق والطباعة أو الكتاب الإلكتروني. ولكن دعني أعود للأستاذ فريد من القاهرة، أريد أن أسألك، هل نحن اليوم مع ما نشهده ربما من أرقام لا يعني لا تفرحنا، أرقام غير مبشرة عن حجم أو نسبة الطباعة والنشر في العالم العربي، هل نحن بإزاء قارئ يعني لا يريد أن يقرأ، أم كاتب لا يريد أن يكتب؟ أين المشكلة تحديدا، ولماذا نرى أن هنالك يعني تكرار لنفس العناوين كما قلنا في البداية لنفس الكتاب أحيانا ونفس المواضيع؟